السيرة هذا اليوم هي رسالة إلى أن هذا الشعب ماضي نحو المطالبة بالديمقراطية بدون تردد، بدون توقف، مهما كانت التضحيات، حتى يصل إلى دولة ديمقراطية تحتضن جميع أبنائها بدون تمييز وبدون تفريق فيما بينهم، من أجل بناء هذا الوطن ومن أجل بناء مستقبله. هذه هي الرسالة الأساسية من مسيرة هذا اليوم.